من القاهرة ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور. وقعت قطر الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات لكنها لم تلتزم بها، بل يمكننا أن نقول بأنها جاءت بنقيض هذه المعاهدات والاتفاقيات. ما الذي تهدف إليه الدوحة من اتباع مثل هذه السياسة المتناقضة؟ أنا بس عايز أضيف لحضرتك، ومن ضمن أهداف قطر إن التسجيل الصوتي اللي اتبث النهارده على تلفزيون البحرين ده بيؤكد وبكل شدة إن قطر كانت بتمول ودعم الإرهاب من خلال رئيس الوزراء قطر السابق اللي هو حمد بن جاسم، وإن المشروع القطري في صميمه كان بيهدف لقلب نظام الحكم سواء في البحرين أو عندنا هنا في مصر، ودعم التنظيمات الإرهابية في خلال السعودية أو الكويت أو الإمارات، وإن رفض قطر لدخول قوات درع الجزيرة ده في حد ذاته بيشجع على تشكيل حكومة ائتلافية وانسحاب قوات درع الجزيرة والسيطرة على إذاعة وتلفزيون البحرين، يعني كله في صميم قلب نظام الحكم في البحرين. خليني برضه أقول إن برضه من ضمن يعني البحرين تعتبر أكثر الدول الخليجية اللي بتتضررت من الممارسات القطرية، يمكن أكثر مننا إحنا هنا كمان في مصر. نعم. بجميع اشكالها السياسيه والامنيه والاعلاميه على مدار سنوات، لان سجل دوله قطر فسجل كل دوله سواء في مجال مكافحه الارهاب او دعمه معلوم للجميع، والكل يعرف ويدرك السجل المعروف لدوله قطر في دعم الارهاب سواء في سوريا او العراق او ليبيا او البحرين او اي دول اخرى، وده امر ابرزته تقارير صادره من فريق خبراء لجنه عقوبات ليبيا واللي سبق عرضها على مجلس الامن من قبل. نعم، لو نتكلم اليوم عن العقوبات التي ممكن أن يعني تطبق أو يمكن تطبقها على قطر، طبعا بسبب نقضها للمعاهدات والاتفاقيات واستمرارها أيضا في سياسة دعم الإرهاب في الدول التي تستهدفها، ومن خلال هذا التسجيل الصوتي المسرب كشف الكثير من المؤامرات ضد مملكة البحرين، ومن أهمها هو قلب الحكم في مملكة البحرين في عام 2011. أنا هقول لحضرتك، لأن من الطبيعي إن دولة قطر ما تتفهمش الإجراءات اللي بتتخذ لمواجهة دعم الإرهاب، لأن هي نفسها بتدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول سياسيا وأمنيا. وإن الدول الأخرى بتلتزم، خاصة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتلتزم، ومنها مصر بتلتزم لأحكام واتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره. نعم. والأمر ده هو بيفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر اللي بتدعم أو بتقدم الدعم الأيديولوجي والمادي للجماعات الإرهابية، واللي مش بيقتصر نشاطها بس في دول منطقة الشرق الأوسط، لكن بيطول نشاطها في دول إفريقية ودول أخرى على ضواحي منطقة الشرق الأوسط ودول في شرق آسيا. أنا يعني عشان الحلقة في معلومات كتير، أنا عشان بس أنا مقيد بالاتصال الهاتفي، لكن خليني أنا عايز أكد على حاجة، إنه مش من المعقول أو المقبول انه في الوقت اللي بيقوم فيه المجتمع الدولي ومصر والبحرين والكويت والامارات والسعوديه بالسعي لبناء استكمال الهيكل القانوني لجهود مكافحه الارهاب، بتقوم دوله قطر بالسعي لهدم ذلك الهيكل او بانتهاكاتها المستمره لقرارات مجلس الامن دون اي خوف او اي عمل حساب لاي دوله في المنطقه. حضرتك سالتي على العقوبات، العقوبات نعم. دي بتنص من خلال المقدمه اللي انا قلتها ومن خلال اللي انا قلته ده اكثر من جهه او اكثر من محور. المحور الاولاني بيختزل او بيتضمن في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده. مجلس الامن طبقا للفصل السابع منح الولايه لاتخاذ التدابير المختلفه المنصوص عليها في الفقره رقم 41 بهدف ما يلي: بهدف التصدي للمخاطر التي تهدد السلم والامن الدوليين دون اللجوء الى استخدام القوه. يعني من حق الدول ان هي تتصدى لاي مخاطر تهدد امنها وسلمها دون اللجوء الى استخدام القوه، وهو ده اللي بتعمله حاليا الرباعيه الدوليه اللي هي مصر والبحرين والسعوديه والامارات. طب المحور الثاني اللي هو بيكمل المحور الاولاني، المحور الثاني بينص على يجوز ممارسه الدفاع الشرعي في شكل فردي او جماعي من خلال الماده رقم 51 من ميثاق الامم المتحده، وهي دي اللي بتخدم على ان مجلس الامن له اكثر من تدابير، منها تدابير مؤقته وتدابير غير عسكريه وتدابير عسكريه. نعم. في حين ان الدول اللي التزمت بالماده رقم 51 من ميثاق الامم المتحده بيتنص على او بناء على مقتضيات الماده دي ان الدول بتصعد اجراءاتها ومقاطعتها وعمل حصار ضد دوله قطر وتمهد لاستخدام القوه ضد دوله قطر لحين تدخل مجلس الامن باستخدام القوه ايضا، طالما ان دوله بعينها
ماضيه في تهديدها للسلم والامن الدولي لاكثر من دول مجاوره، لان تعتبر دوله قطر بالنسبه لنا احنا كمصر او ان حضراتكم كالبحرين او السعوديه والامارات هي دوله مارقه ودوله بتشكل عدوانا بيختزل فيه دعم الارهاب اللي بيهدد السلم والامن الدولي اللي اتنشات عليه الامم المتحده ومجلس الامن بالاساس. نعم، من القاهره الدكتور رامي عاشور استاذ العلاقات الدوليه والامن القومي بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لك.